ماشي. معلش يا جماعة، أنا آسف إن أنا حاولت أرجع النت تاني وقسمته على اتنين، النت بتاعنا والنت الراوتر لسه مدخله، لأنه فصل كده بدون أي سبب. طب أرفع إيدي كده هيبان. تمام. شغال؟ أه شغال. اليوتيوب هو اللي مش شغال. ماشي، مش مشكلة، نشوف اليوتيوب بعدين. نكمل الدروس. أنا آسف، أنا مستر سام ودي دروس تعلم أمريكي، وإحنا هنكمل بقية التمارين على المقارنة ما بين الصفات، المقارنة والتفضيل بين الصفات. ماشي، لازم أقدم الفيديو من جديد عشان لو حد جاي يتفرج عليه يعرف يستفاد، يعني يبقى فاهم إحنا بنعمل إيه أصلاً. إحنا كنا وقفنا عند السؤال رقم 3، وقلنا إن التالنتد دي صفة بتتكون من أكتر من حرف وأكتر من مقطع، فحط مور والصفة وزان. أوكي؟ معايا الناس كلها؟ ماشي، ركان قالت لي تمام اهو، اوكي، ممتاز، سخن وبيجاوب على طول، قشطه عليك. نمبر 4، طالما ممتاز جاوب تبقى واضحه، انا شايفها قدامي اهي. اور هاوس، لو انت عايز تقول لواحد بيتنا احسن من بيتك، بيتنا اكبر من بيتك، تقولها ازاي؟ اور هاوس از بيج ذان يورز. طبعا بيج كده غلط. ليه؟ لأن دي صفة عادية، أنت بتقارن، ما بتقولش إنه كبير، بتقول هو أكبر من، أكبر من. أوكي؟ اتفضل كده قول لي بقى بيج هتتكتب هنا إزاي؟ حد تاني غير ممتاز. خلي بالك، بص الصفة باينة الأول، عندك بيج حرف أهو من حروف التشكيل وراه حرف ساكن، ده يجرى له ايه؟ يبقى مرتين، يتضرب في اتنين، يعني يبقى واحد كمان، يبقى جي كمان، ودي زان، تحط ايه؟ اي ار، تبقى بيجر زان، زي ما ممتاز قال كده. ركان ناقص جي، ركان مش اي ار بس، هتزود جي تانية، هتبقى زي كده، بي اي جي، صح؟ اي ار لا، طالما في حرف تشكيل اهو يبقى زود واحد كمان وحط اي ار. هتلاقي ركان الجدول في البوست اللي قبل الفيديو اللي كنا شغالين عليه من شويه. اوكي، طيب نقلب الايه، هقلب السبوره. اخويا قال لي، اخويا مهندس قال لي ان السبوره دي علشان يحطوا عليها اللي هو الورق الابيض الشيت الكبير ده ويلزقوها كده ويعرف يرسم عليها لما كان في الكليه، فمش للكتابه. فلو كده واضحه ماشي. لقيت انا الابيض، الورق الابيض الشيت اللي بيقول عليه ده، هجيبه لكم المره الجايه ويبقى اسهل عليا انا يعني. بس هو واضح، انا شايف الصوره قدامي واضحه. اوكي كريم، ايوه كريم، ايوه كده يا كريم، برافو. نمبر 5، لو انا عايز اقول ان المحل ده هو اكبر محل موجود هنا، هو اكبر محل موجود هنا، هقول ايه؟ زي مثلا هايبر او كارفور، هنا هو اكبر محل ممكن تلاقيه هنا، اقولها ازاي؟ it is، بتختصرها كده، وانت اخدت القاعده دي. it's the large، ايه بقى؟ shop، مش شوب، احنا ما بنقولش شوب، بنقول شاب، شاب ان تاون. لارج بقى هنا تبقى ازاي؟ اتس ذا لارج شاب ان تاون. لارج لوحدها غلط، المفروض نعمل لها ايه بقى؟ محمد صابر هايل، اليوتيوب انا اسف جدا، الفيديو باظ وشكله اشيله كمان، هبقى راجع الحاجات دي بقى انا كده واشيلها. حد تاني؟ تمام. بص بقى كده، اخره حرف الاي، فاكرين؟ طالما الافضل مش افضل من، ال يبقى ذا واي اس تي، طب لو اخره ايه؟ يبقى ازود اس تي بس، يبقى لارجست.
انجليزي مشبك اهو. largest ماشي. ليه هو اخره ايه؟ يبقى انا ازود له اس تي بس. ارجوك القاعده دي لازم تحفظها، دي والكلمات اللي انت بتسموها الشاذه، انا ما بسميهاش كده، بسميها مختلفه، اللي هي ايه؟ زي جود بيتر بيست. لما تيجي تقول انه افضل من، بتتغير الكلمه تماما وتبقى كلمه تانية. اوكي نمبر 6، الروك الصخره كده. الروك مش رك، ايه دي رك كده، ايه ده روك كده، روك زي موسيقى الروك، روك. اوكي الروك از ايه بقى؟ هيفي. يعني ايه هيفي؟ ثقيل. is heavy than 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 شايف؟ الحمد لله رب العالمين. الليف يعني ايه الليف؟ ورقة الشجر، ورقة الخضار، ورقة الشجر. معلش يا جماعة في حد بيزيق جنبنا هنا بيحفر حاجة ولا ايه؟ المدن الجديدة كده دايما تلاقي حد بيعمل حاجة. الليف اللي هي ورقة الشجر، لو جيت اجمعها، لو انت فاكر في مستر سام تاني ايه؟ مستر ام ار سام 2016 كلمة واحدة على اليوتيوب، هتلاقي الدرس بتاع حرف الاف والفي معاه، علشان حضرتك تاخد بالك من الاف والفي. قلت قبل كده راجع الدروس دي ارجوك، قلت في حرف الاف ده الكلمة اللي اخرها اف زي كده غالبا بتتقلب في اي اس، يعني لك تبع اوراق الشجر ويعمل كده. عارفين اغاني فريد الاطرش؟ لو بتحب تسمع الاغاني القديمة كده زي حالاتي، او ورق الشجر لما تيجي تجمعها الاف دي تتقلب في، لو حاولت تنطقها بالاف هتلاقي نفسك غصب عنك بتنطقها بالفي ماشي، فتبقى leaves leaf leaves ماشي. انا كده في اليوتيوب لان هو كده ما ينفعش. حد بقى يحل رقم 5. حد يحل رقم 5. انا قفلت ده يخلينا النت احسن. كريم الله يرحمكم، الله يرحمنا ويرحمكم الله استاذ تامر. ممتاز هايل كريم هايل. بس كريم خد بالك الكيبورد بيخليك تكتب اول حرف كابيتال، فانت خلي اول حرف سمول، انت اللي بتتحكم في الكيبورد مش الكيبورد اللي بيتحكم فيك، انت اللي تختار الكلمه مش هو اللي يختارها، انت اللي عايز تصوم رمضان مش مفروض عليك وغصب عنك صايم بقى ويا الزهق والقرف ده، انت اللي عايز، يبقى انت اللي هتستفاد. اوكي اخرها حرف ايه؟ واي. الواي بتتقلب لاي اهي، واي ار سهله كده يا جماعه. وادي كريم اهو ماشي. حد تاني وممتاز جاوبها. واحمد محمد اهلا بيك، بس احمد اول حرف سمول مش كابيتال عشان ده في نص الكلمه، ما تقوليش الكيبورد انت اللي اتحكم. نمبر 7 ماندي. عندنا كده يعني زي هزار كده اللي هو اول يوم في الاسبوع، ياه اول ما تلاقي حد بيقول لك اوه اتس ماندي، يعني مش معناها ان هو بيقول لك اه، فانت تقوم قايل له اه النهارده صح الاثنين وبكره الثلاث، لا عايز يقول لك يعني الاثنين ده اول يوم في الاسبوع بقى ونرجع الشغل وحاجه تقرف. نفس تفكير ناس كتيره موجوده بينا، نفس العقليه نفس كل حاجه، لا تكون فاكر الامريكان دول يعني مركبين جناحه، نفس العقليه موجوده في كل مكان. Monday ازاي بقى؟ bad day of the week، ارخم يوم في الاسبوع، عشان بيبقى لسه بقى الواحد بقى واخد اجازه جمعه بالليل وسبت وحد، ويرجع بقى الاثنين يشتغل، ده ارخم يوم في الاسبوع، يقعد بقى يتعود من جديد وبتاع كلام الناس الكسالة يعني. باد بقى اقولها ازاي هنا؟
عشان ما تجيش تقولها كده غلط. باد هتبقى ايه؟ محمد صابر، برافو عليك. قلت لك احفظ الكلمات المختلفة زي جود، زي باد، دي من الكلمات اللي هي بتتغير كليا وتبقى كلمة تانية خالص. اوكي، باد هتبقى ايه؟ حد تاني غير محمد صابر وكريم؟ برافو. باد لو هنحط اي ار هنقارن ما بين اتنين تبقى وورس، انما لو في زا تبقى وورست. ادي محمد وكريم، برافو. كده انت هتتكلم انجليزي كويس. يحيى الحمد لله على سلامة حضرتك، اهي جات اهو. اوكي، جاوب بقى السؤال الجاي ده عشان نكتب اسمك. عبد الرازق، محمد عبد الرازق ده من الناس المحترمين اللي معايا من زمان على الصفحة. عبد الرزاق، انا اسف، عبد الرزاق از ايه بقى؟ جود ستودنت زان سفيان. سفيان ده الوحيد اللي تنبأ ان انا جاي هنا، مش عارف ازاي، ما شاء الله عليا. عبد الرزاق از ايه؟ از جود ستودنت زان سفيان. ما ينفعش يبقى ستودنت يعني طالب اشطر من سفيان، طبعا على سبيل المثال يعني. مش الفكرة ان انا عايز اعرف جود هنا غلط، المفروض تبقى ايه؟ يحيى لطفي حل السؤال ده. نمبر 8، جود لو كتبتها هنا تبقى غلط، المفروض انها تبقى ايه؟ عبد الرزاق is good student than سفيان. وبص زان جت فين؟ جت بعد student، مش جت قبلها. لو جت قبلها تبقى غلط، تيجي ازاي يعني؟ لان انت بتقارن. ماله بقى؟ از كذا ستيودنت من مين؟ من سفيان. كريم صح. يحيى لطفي ذا ذا ازاي مع الزان؟ انا هسامحك بس عشان ايه، ممكن تكون مش باينه في السبوره، بس انا متاكد انها باينه تحت ايه، انا شايفها تحت ايه. فين زا؟ انا ما عنديش زا هنا، انا اللي لازم اكتب لك زا. لو انا كتبت زا يبقى انا عايز ذا بيست، لو ما كتبتش زا وحطيت زان يبقى انا عايز كلمه تانية. ايه هي اللي كتبها كريم؟ ايه هي وكتبها ممتاز؟ ايه هي؟ بيتر، باد، وورس، وورست، جود، بيتر، وبعدين عندك ذا بيست. لازم تحفظهم، اخدنا القواعد دي وحضرتك لازم تحفظها. انا عارف انها مش واضحه عشان كده بقول لك انا مسامحك لانها تحت خالص، بس انا المهم عندي انكم انتوا تبقوا عارفين. لو انتوا عارفين الحاجات دي وفاهمينها كويس يبقى ده بالنسبه لي كافي جدا واقدر انتقل لحاجه تانية. انا كده اخرت كمان 5 دقايق ان شاء الله بسبب النت وكده. ان شاء الله اشوفكم يوم الجمعه الجايه. مش عارف بقى نعمل تمارين ولا نبدا حاجه جديده، يعني هعرف كده واقول لكم. لو في اي حاجه ابعتولي، انا موجود طبعا اجازه في مصر طول الوقت، لو في اي حاجه ابعتولي وان شاء الله اساعدكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. كان معاكم مستر سام، دروس اتعلم امريكي، مع السلامه. متشكر ليكم جدا، مع السلامه يا كريم.